التالتة؟ الحاجة التالتة اللي هي الضمور في خلايا المخ، وفي كتير بقى اللي هو بيسأل عنها، حصلت زنقة في الولادة، خلايا المخ مش كاملة بشكل معين، محتاج نديله بعض الأدوية المنشطات للمخ مع نسبة أكسجين عالية ومع علاج طبيعي مكثف وغذاء جيد. معلش، الضمور ده حصل نتيجة ايه؟ ما احنا قلنا زنقة في الولادة، أو اتحط الحضانة فترات طويلة يعني ما كانش نمو كفاية، أو الطفل اتولد قبل النمو الطبيعي بريترم يعني نقص عن وزنه الطبيعي في فترة حط في حضانة. الضمور ده بيبقى ليه درجات او نسب؟ ليه نسب خلايا المخ، ممكن تلاقي المخ كامل لكن في بعض الخلايا، وفي تحس ان المخ كله ميه ما فيش اي حاجه يعني ما فيش خلايا حسيه خالص للمخ، فهي درجات برضو. ولكن اوضاع بقى بنبدا نتعامل عليها كاي وضع، احنا بندي علاج دوائي، في علاج دوائي وعلاج طبيعي. اتفضل. بنت ازاي يعني، انت اكتشفت ازاي ان الطفل ده مولود عنده ضمور في المخ؟ بيكتشف الام هي اللي بتلاحظ القصه دي. القصه ايه؟ درجه استجابته للرضاعه بتقل عن الطبيعي، ماشي، ممكن تحصل معاه تشنجات عصبية أو تشنجات حرارية، يبدأ يحصل تشنجات كتير. الحاجة اللي بعد كده النمو بتاعه يتأخر عن أقرانه، مثلا يجي بيبان من مشي قد ايه تقريبا؟ سن قد ايه تقريبا؟ عمر قد ايه؟ يبدأ بقى اللوم اللي هي قصة الملاغية بعد 4 شهور لست شهور ما يبقاش بيلاغي، مش متعاون معاك في الملاغية، ماشي. دي أول حاجة. الحاجة التانية الرقبة إنها تسند لوحديها وبتبقى واقفة كده صلبة بتأخر، دي بتظهر عن 6 شهور ل 8 شهور، لا خرج كتير ما ظهرتش. وده دايما تيجي الاطفال الامهات بالطفل رقبته وقع لمين وقع شمال مش قادر يعرف بشكل طبيعي، دي حاجات اعراض كتير. بعد كده تاخر في الحبو، تاخر في المشي، تاخر، كل دي علامات. في هذه الحالة الأم بتعمل إيه؟ لا لازم تستشير الدكتور المتخصص ونعمل له اشعه. طب الأطفال الأول هو الاول طبيب الاطفال وبيحولها المتابع، لطبيب، بعد كده هو يحول على طبيب مخ وأعصاب. متخصص، تمام. ونشوف الوضع القائم ونبدأ نتعامل معاه بالأدوية اللازمة والعلاج الطبيعي اللازم. ده علاج الضمور المخ، مفيش أي جراحة، ما ده فيهاش جراحة. جراحة.